لا بفكر تبلش شغلك الخاص، وبتدور على السبب الأكيد اللي راح يخلي هذا المشروع اللي بدك تبلش فيه إنه ينجح 100%. صراحة وأنا كمان، أنا جاسم مصطفى وهاي جي توكس، وهاي السيريز اسمها 101 things I learned from TED Talk videos. هذا الفيديو مستوحى من فيديو تيد، كان ذكر فيه نقاط جدا مهمة لموضوع الستارت ابس، بس صاحبنا البريزنتر بيل جروس كان مهم جدا. شو بدنا نعمل؟ بدنا ناخذ الفيديو. في الوقت الحالي اتوقع ما في داعي احكي لك انه نحن عايشين في زمن الستارت ابس او الشركات الناشئة او مشاريع الافراد الناشئة، بس المشكلة انه مش كلهم بنجح، فيهم ناس بنجحوا بشكل كثير كبير، في ناس بنجحوا بشكل يعني بطيء، في ناس ما بيفشلوا بالمرة أو بيفشل مشروعهم. لهيك أنا لقيت إنه هذا الفيديو اللي حكى فيه بيل جروس اللي كان كثير ممل، إنه لا نستاهل إنه نحكي في النقاط اللي راح تنجح مشاريع الستارت أبس أو المشاريع الناشئة. وقبل ما أبلش الفيديو بدي إياك إنك تحكي لي في التعليقات شو المشروع اللي في بالك اللي أنت حاب إنك أنت تبلشه، وليش لهلأ ما بلشت فيه، وشو اللي بيمنعك إنك تبلش فيه. بعد ما تحضر الفيديو بدي إياك ترجع على التعليقات برضو وتحط لي شو هي النقاط اللي ما كانت في بالك واللي فعليا بتساهم في نجاح مشروعك. بعد ما صاحبنا جروس درس من خلال شركته اللي هي Think Idea Lab مجموعة كبيرة من الشركات اللي ساهم في إنشائها، واللي هي كلها كانت عبارة عن ستارت ابس، ودرس مجموعة ثانية من الشركات لو ما ساهم في إنشائها، ودرس عوامل النجاح والفشل لهاي الشركات. طلعنا بخمس نقاط مهمة عن إنه ليش في مشاريع تنجح وليش في مشاريع ما تنجحوا. أول نقطة حكى فيها صاحبنا جروس، واللي أكيد ما إنه شركته اسمها Idea Lab، حكى لك الأيديا أو الفكرة، على فكرة إيش أو شو الفكرة اللي قائم عليها مشروعك اللي أنت اليوم بدك تحاول تسوق له وتبيعه للكاستمر أو للكونسيومر. هل الفكرة قوية؟ هل الفكرة هي عبارة عن بيس قوي راح يقوم عليه مشروعك أو لا؟ وكان مفكر إنه هاي هي أهم نقطة من النقاط اللي راح ينبنى عليها نجاح المشروع اللي بدك تشتغل فيه أو لا. وبناء على إيمانه القوي كثير بالفكرة سمى أصلا شركته Idea Lab. وبعد ما حكى عن الفكرة الأولى انتقل، أو النقطة الأولى انتقل للنقطة الثانية. النقطة الثانية كانت بالنسبة لصديقنا جروس فريق العمل والتنفيذ. وفريق العمل والتنفيذ صراحة هي نقطة جدا مهمة بنبني عليها نجاح مشروعك أو فشله. هذول الناس اللي انت فعليا بدك تحطهم معك في الفريق، هل هم انسب اشخاص ممكن يقوموا بالمهام اللي انت راح توكلهم اياها، او الشركة او المشروع بيحتاج انه يتم انجازها؟ هل هم عندهم كوميتمنت او التزام؟ هل هم عندهم تكنيكال سكيلز او المهارات التقنية تبع المشروع اللي انت بدك تقوم بعمله؟ وغيرها كثير من النقاط. وعلى فكرة موضوع الفريق مش موضوع سهل، وما بينبني قبل اصلا تبلش في مشروعك، وفعليا بيكون جزء مهم منه تم اختياره قبل ما يصير عملية تنفيذ المشروع. لكن خلال عملية عمل المشروع وقيام الشركة وبناء السيرفيس اللي انت راح تقدمها للكلاينت، راح يصير فيه تعديل دائم ومستمر على افراد الفريق اللي انت بتشتغل فيه. فالفقرة او النقطة الثانية اللي كانت من العناصر اللي جدا مهمة في نجاح مشروعك هو فريق العمل اللي انت راح تختاره، لازم تختاره بعناية، وتضلك دائما تعمل لهذا الفريق ابديتس بحيث انه يضل متابع ويضل هو الفريق المناسب دائما للخدمة اللي فعليا راح يضل نعملها ابديت على حسب الحاجات اللي موجودة في الماركت. والنقطة الثالثة يعني ذكرت في التيد توك اللي عم بحكي لك عنه اللي هي البزنس موديل. والبزنس موديل هي عبارة عن عنصر مهم، مهم جدا، مهم كثير، لكن كثير منا اما ما بيعرف شو يعني بزنس موديل، او انه ما بيعطي اهميه لموضوع البزنس موديل اللي بده يخصصه لمشروعه الخاص، خصوصا في المراحل الاولى من البروجكت. ومعنى كلمه البزنس موديل فعليا هي الطريق الواضح الاكيد اللي انت دارسه كثير منيح اللي راح يخلي شركتك توصل للمكان او للهدف بانها تجمع الريفينيوز والمدخولات والارباح المدروسه اللي انت بدك اياها عن طريق البرودكت او السيرفيس اللي انت راح تقدمها للكاستمر او للكونسيومر. فشو هذه الخلطة السحرية اللي بدها تنجح مشروعك اسمها البيزنس موديل؟ لكن هي مش مهم 100% تكون موجودة في مشروعك أو لمشروعك قبل بدايته أو عند بدايته حتى. تقدر تبلش بدون بيزنس موديل، تقدر تبلش بوجود بيزنس موديل غير مستوي أو غير ناضج 100%. وعلى الطريق
بدك تضلك تعمل ابديت ودراسه لهذا البزنس موديل، هل هو هذا انسب بزنس موديل لحاجات الماركت اللي انا حاليا عم بعمل سيرفنج له او عم بخدمه؟ بصراحه في الشركه اللي انا بشتغل فيها حاليا لغايه الان ما تم انشاء بزنس موديل كامل بكل عناصره وواضح المعالم وعم نمشي عليه 100%. بالعكس، اول بلشت في الشركه كنت يعني I have initiated a business model. اليوم إذا بطلع عليه بلاقي إنه مش هو البزنس موديل اللي أنا بشتغل عليه حالياً، مش هو البزنس موديل الأنسب للخدمة أو البرودكت اللي أنا بقدمها في الشركة اللي أنا عم بشتغل فيها. So لازم أضل أعمل لهذا البزنس موديل updates لحتى أضل ملاحق النيدز أو الحاجات أو requirements اللي موجودة في الماركت اللي أنا عم بخدمه. لازم أضل عارف شو احتياجاته وأضل أعمل update للبزنس موديل، update للفكرة وصياغتها، وابديت لفريق العمل اللي أنا عم بشتغل فيه. ومن هون بدي أروح مباشرة للنقطة الرابعة اللي انذكرت في فيديو التد اللي كنا عم نحكي عنه، وهي التمويل. التمويل هو عنصر أكيد مهم، وناس كثير بتوقف بداية مشروعها وبتوقف إنها أصلاً تعمل مشروع بناء على عدم وجود تمويل كافي يقدر يخدم الفكرة والمشروع والشركة اللي أنا بشتغل فيها، مع إنه التمويل مش أهم عنصر لحتى أنت تقدر تشتغل على مشروعك، لكنه من أهم أو من العناصر المهمة لنجاح المشروع اللي تشتغل عليه. اليوم إذا أنت عندك تمويل لو مش كافي للمشروع اللي تشتغل عليه، ويمكن في مشاريع حتى ما تحتاج أنك تكون معاك الكاش في بداية المشروع، فأنت بتقدر أنك أنت تبلش مشروعك وتشتغل، وعملية دوران العجل تبع الشغل تبع شركتك هتورد إنكم ولو كان أقل من الإكسبنسز أو من المصاريف الموجودة عندك، لكنها راح تساعدك على أنه يشتغل مشروعك وبلش يجيب مدخولات تصرف على الشركة أو على بعض مصاريف الشركة. وفي الوقت اللي بيكون مشروعك صار يدخل كاستمرز أو كونسيومرز أكثر وتنجح الفكرة وتصير متبلورة بشكل كثير أكبر، أنت في هذا الوقت أنت قادر على أنك أنت تحصل على تمويل من كثير جهات. فالعصر نحن بنعيش فيه حاليا هو عصر أنت بتقدر تحصل فيه على تمويل إيدر من individuals أو أشخاص أو من corporates أو شركات. سو ما تحط موضوع التمويل حجة أو عقبة بأنك أنت تبلش المشروع. ادرس المشروع اللي أنت بدك إياه وشوف هل مقومات النجاح اللي إحنا عم نحكي عنها موجودة أو مش موجودة، وبناء عليه قرر. ومباشرة بدي أروح على النقطة رقم 5 اللي هي من أهم النقاط لنجاح المشروع أو فشله، التوقيت اللي بدك تفتح فيه المشروع أو تنشر فيه المشروع أو تبدأ تعمل إعلاناتك على المشروع أو يبدأ مشروعك يشتغل. هل التوقيت اللي انت عم تختاره هو توقيت مناسب ولا لا؟ هل الماركت جاهز ليستقبل المنتج او الخدمة اللي انت بدك تعرضها وتبيعها ولا لا؟ هل الكونسيومر او الكاستمر او الزبون او المستهلك جاهز وحابب يدفع فلوس لحتى ياخد هاي الخدمة او ياخد هذا البرودكت اللي انت بدك تبيعه ولا لا؟ اذا كل هاي الاجوبة نعم او او يس، سو هذا هو التوقيت المناسب 100% انك انت تبلش مشروعك وجو اهد ولا توقف. واذا الاجوبة تبعت هذه الاسئلة لا، فاوعى تبلش مشروعك في هاي المرحلة. بس الاجوبة ما لازم تكون قائمة بناء على اهواء شخصية، هذا جدا مهم. لازم تكون بناء على دراسة شريحة الماركت اللي انت رايح انك انت تخدمها، واللي هي التارجتد اودينس تبعك، واللي انت لازم تكون عامل له اشي بالماركتينج اسمه بيرسونا، وما راح ادخل بتفاصيل هالاشياء. لهون خلصت الخمس نقاط اللي حكيتهم بالجروس، اللي كان بالنسبه لي الفيديو صراحه ممل لكنه مفيد كثير 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 للصبح كثير. وبدي احكي لك عن نقطه سادسه انا بدي اضيفها، يمكن تكون من ضمن احد النقاط اللي هو حكاها بس ما حكاها بشكل كثير صريح، وهي الاداره وقدرتك على اداره هذا المشروع بانسب طريقه ممكن. مش شرط تكون احسن مدير في الكوكب، مش شرط تكون أحسن عملية إدارة عم بتصير في الكوكب، مش شرط إنه ما يصير عندك أغلاط، بالعكس لازم يصير عندك أغلاط، ولازم ما تكون أحسن واحد مدير في الكوكب، لازم مش أحسن طريقة إدارة، لأنك أنت حتتعلم throughout the process اللي راح تشتغل فيها أو خلال عملية الشغل اللي أنت راح تشتغلها، من مخالطتك للناس ومخالطتك للماركت ودراستك المستمرة للكونسيومر وللفريق وللفكرة وللبزنس موديل وللتمويل اللي عم بيجيك، بلس للوقت اللي عم بيصير فيه الخدمة. فأنت راح تضلك تطور من مهاراتك الإدارية، سواء في إدارة الموارد البشرية أو إدارة الموارد المادية أو الفاينانشال، أو في إدارة البروسيسز اللي أنت عم تشتغل فيهم أو العمليات أو طرق الإنتاج وطرق الخدمات اللي أنت عم بتقدمها. كل هذه عمليات الإدارة مهم جدا أنها تكون أتليست قارئ عنها، دارس عنها، فاهم شوي من حواليها، حتى أنك أنت تقدر
to proceed بالمشروع تبعك. ملخصها المهارات التقنية أو technical skills والleadership skills، مهارات القيادة والfinancial management خلينا نسميها، أو الfinancial aids، إنك أنت تدير العملية الموارد المادية اللي إذا عم تدخل عندك على الشركة أو عم تطلع عندك من الشركة. هلأ صاحبنا جروس بعد ما درس أكثر من 100 شركة هو ساهم وشركته ساهمت في تأسيسها، وأكثر من 100 شركة أو 100 شركة ما ساهموا فيها ولا بدروا عنها ولا هم لهم دخل فيها، ودرس عوامل النجاح، عامل الفشل صارت لكل واحدة من هاي الشركات، قدر يتوصل لترتيب لهاي الخمس عوامل اللي هو حكاهم في الفيديو من حيث الأهمية أو الأكثر إسهاما في النجاح. وكان على رأس القائمة التايمينج أو التوقيت بنسبة أهمية وتأثير على عملية النجاح 42% على حساب باقي العوامل. الثاني كان التيم أو الإكسكيوشن تنفيذ الفريق. الثالث كان الفكرة أو الأيديا. ثاني عنصر من العناصر كان قائمة الترتيب اللي رتبها صاحبنا جروس هو التيم أو الفريق أو الإكسكيوشن أو التنفيذ، وكان بنسبة 32%. وبعدين مباشرة أجت الفكرة أو الأيديا بنسبة 28% على سلم الأهمية والتأثير على عملية النجاح. فأول ثلاث عناصر كانوا عبارة عن التايمينج أو التوقيت، الفريق أو التيم، والفكرة أو الأيديا. بضل عنا شو الخربطة هاي؟ بضل عنا عنصرين من الخمسة اللي كانوا في قائمة العناصر المهمة لنجاح مشروعك أو فشله، واللي هي البزنس موديل والفاندنج. البزنس موديل الطريق الواضح والباث اللي انت بدك تمشي عليه، والفاندنج اللي هو التمويل لمشروعك. البزنس موديل كان بنسبة 24% والتمويل كان بنسبة 14%. فهذا كان الترتيب اللي وصل له صاحبنا جروس، واللي بشكل أو بآخر أتوقع أني أنا بتفق معه اتفاق كثير كبير على أهمية العناصر المذكورة أو أهمية تأثيرها على نجاح المشروع أو فشله. بحط فعلياً التوقيت أهم شيء، لأنه دائماً أنا عم بحكي إيدر بالفيديوهات اللي عم بعملها أو في القعدات أو في الجمعات أو في النقاشات الهبلة، التايمينج هو أهم شيء في كل شيء في حياتنا، مش بس في البزنس ولا بس في المشروع اللي نعمله. كل شيء هو timely oriented، هو بتجه باتجاه الوقت. إذا عملت الإشي في الوقت الصح راح ينجح وراح يزبط وراح تأخذ النتائج والثمار تبعت الشيء اللي انت عملته، واذا عملته في الوقت الغلط فما استفدناش. يعني تخيل اليوم يكون مثلا عيد زواجكم وما تروح لمرتك عامل لها مفاجأة وجايب لها ورد وقالب الدنيا وعامل البحر طحينة وكل هذا الحكي، وتيجي بعد 3-4 ايام تعمل لها هدية عيد الزواج المبارك تبعكم بحياة كل حدا بدفتر عيلتك، حتزبط معك؟ مش حتزبط معك، حتخبط على وجهك. عشان هيك كل اشي في الحياة هو timely oriented، فدير بالك على موضوع التوقيت، ادرسه منيح بالنسبة لأي مشروع أنت بدك تعمله، إذا كان بزنس أو إشي في حياتك. إذا كان التوقيت الصح فجو أهد وأعمل كل العناصر اللي انذكرت تخدم موضوع التوقيت بهاي الصورة، أتوقع بنسبة 90% يضمن لك إنه أي شيء عم تعمله راح ينجح. لهون أنا بكون حكيت لك كل النقاط اللي بتهمك إنك أنت تعرفها في المرحلة الحالية لحتى تقدر إنك أنت إما تنجح مشروعك أو إنها تبلش عجلة المشروع تدور، تبلش تجيب لك انكم، تبلش تقدر تصرف على المشروع تبعك. بدي منك اليوم بعد ما حضرت هذا الفيديو تحط لي في التعليقات شو هو المشروع اللي اشتغلت، سبيشلي اذا كان مشروع ناجح، ايش هي اهم العوامل اللي خلت مشروعك ينجح، وايش هي العوامل اذا لا سمح الله كان مشروعك فشل، ايش هي العوامل اللي خلت مشروعك يفشل، وايش انا حكيت لك في الفيديو اشياء ما كانت خاطرة على بالك او ما عملتها. ومن هون لحتى ينجح مشروعكم اشوفكم بمودة ومحبة والسلام.